كان عبارة عن تلال من القمامة والمخلفات وكان في غياب، كان وكر للفيران والتعابين، ما كانش حد بيعرف يدهن، يعني كناش نعرف نقعد القعدة دي احنا دلوقتي كده، ولا الناس تعرف الوقفة دي. الوضع ما عجبناش كشباب لأن ده بواجهة بلدنا، فروحت عرضت الموضوع على العمدة وقال لي المطلوب إن احنا لازم نجيب المساحة ونجمع لها مبلغ. قلت له حضرتك شوف المبلغ المطلوب أنا هتكفل بيه من الشباب. وفعلا نزلت بوست على الجروب بتاع القرية طلبت من الشباب وعرضت عليهم الفكرة، الشباب ما تأخرش وجمعنا المبلغ في وقت قصير الحمد لله. في نفس اليوم اللي جت فيه المساحة اشتغلنا، يعني ما عدناش، التراب اتشال، المكان اتساوى، يعني حتى من أول يوم التغيير بان، أول ما التراب اتشال التغيير بان. بنشتغل من الساعة 7 الصبح أحيانا لحد الساعة 12 بالليل، أحيانا لحد الساعة 1 بالليل، بالتعاون مع كل شباب عودة سالم اللي كان في الدراسة اللي في وظيفته بيرجع آخر النهار يشتغل. فصورة الإنجاز دي كانت عندي أساسي، يعني أحيانا وإحنا بنعمل الصور دوت كنا بنشتغل الساعة 12 بالليل و1 بالليل، الشباب بيصحوا الساعة 6 يكونوا شغالين، اللوادر تكون شغالة. فرد الفعل كان إيجابي ورد ممتاز من الناس كلها، وكل اللي بيعدي مبسوط من البلد أو من غير بلد، وحتى أصحاب الأراضي بعد كده حسوا، وأصحاب الأراضي التانيين وكلهم مبسوطين إن المكان ده بقى ممهد منور في هواء نظيف. إحنا فخورين بالإنجاز اللي إحنا حققناه في وقت قياسي، والفضل يرجع لتعاون الشباب والحاج اسماعيل، والشباب كلهم كانوا ايد واحده شغالين ليل نهار. وبنطمح ان احنا نطور مدخل القريه من الناحيه الثانيه، من الناحيه الغربيه برضو بنفس الطريقه وبنفس الشكل، وبنعمل دعوه لاهالي القرى، كل قريه ان كل قريه تتبنى الشباب اللي فيها يتبنى الفكره دي وينفذ، يطور من قريته زي ما احنا بنطور من قريتنا. فإحنا بنطمح ده يكون فكر نموذج مقدم لكل القرى إن هي تنهج النهج دوًا وتسعى بتطوير نفسها من ذاتها. حاجة في منتهى الجمال بجد، حاجة في منتهى الجمال، والأجمل إن ده حب الشباب لقريتهم خلاهم يعملوا الحاجة الحلوة اللي احنا شفناها على الشاشة. والحمد لله ان انتم ما فرقتوناش ما قبل، يعني كان يكفينا كلام انه كان اكوام من القمامة وفيران وتعابين، فالحمد لله احنا ما شفناش الكلام ده وشفنا المنظر الجميل اللي احنا شفناه. وانتم قدوة، ناس كتير جدا هتقلدكم، والاهم المحافظة بقى على النظافة ديت، يفضل المكان نظيف ومبهج. الحب يا جماعة بيصنع المعجزات، صدقوني، حبوا بلدكم، حبوا شوارعكم، حبوا بيوتكم، هتطلعوا حاجة جميلة ونظيفة وشكلها حلو بأقل الإمكانيات.